وشك بطك. كان يا ما كان في قديم الزمان. احكي يا سندباد. مش قادر امسك حالي والله. يعني وش هو طرطنقي؟ طرطنقي طال عمرك. طرطنق؟ لا لا محشوم يا اخوي، انت مو طرطنقي. يعني عندك معرفه بالمقناص؟ بالفطره شف، ما هو بالملي بال خلص فصل فهد ولا فصل. يلا دخل على مسلسل ثاني. ابو قلهم اخرتها عيالنا يخربون. اي مسلسل ذا؟ وام جهاد وش اخبارها؟ ايه بتسلم عليك، مش ناوي تزورها؟ لا ما ابي، ما بعيد مشوار، ما ابغى اروح. مويت البلدية ما تجي بالمواصير إلا بالقطارة، والأمطار شحيحة. كاب تغير البلدية وقفتها باقي حقتي. أنا ما أجب نفسي. صدق والله إنك ذكرتني، يسوون زغاليل هنيا، يسمون حمام زغاليل. شنو؟ زغاليل. عليهم كلك ثبات عن واحد. ثب ثب ثب. أمك فكنية. لك الحمد. يلا شباب يلا شباب. يقلفك تعود على الانتاج رخيص. تعرفوا الناس الاصليين. ها هو زي شيء. يلا يلا يا شباب يا انتاج. والله انا حاسس امبارح انت قلت له كلمه لفهد قلت فيه شيء بكره. يقولون ما ترقد اول الا على اغنيه بوب مارلي. من هو؟ المهم ايه اعمل حسابك. تروح يمين وراك، تروح شمال وراك 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 وراك. متزوج؟ متزوج اذا عاد دبي، ماني متزوج مره. حسبي الله عليك يا شي مشيناه، تكون راضع من حماره. يلا حيهم يلا حكا حيا الحكا حكا حيا الحاجل. خل عربك يا عربك. الدكر الدكر قفزة وذب عالي إن شاء الله. مرة بريطانيا، مرة بريطانيا من هي؟ مرة يمسكني الحين يدكني واجي أنا أمسك النعلة على السخف تنسيخ. يا لكاب اوكي الله يتزوج حبيتك شديد. اللي بيسمع كلمة مرت ونقول له شنو؟ شاطر 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 شاطر. شخشوختي يا هناي تعالي يا بطتي، شوقي غلبني كثير حتى وصل قدلتي. شخشوختي يا هناي تعالي يا بطتي، شوقي غلبني كثير حتى وصل قدلتي. جوعان بطني يصيح جيبي الغدا لحجرتي، جوعان بطني يصيح جيبي الغدا لحجرتي. جيبي لي كثير.
كبسة دجاج أملا بها كرشتي جيبيلي كبسة دجاج أملا بها كرشتي حاضر وأمرك مطاع يا رشيدي يا قطوتي أجيب لك ما تريد ولو على جدتي. وش تسوي؟ يا ابن الحلال ورحت أروح في الغابة لقيتها برد، قلت اجي اوسع صدرك اقعد عشان ما ما ما, ما تخاف في البرد. ما اخاف في البرد؟ اقول قم اطلع برا. اخاف في البرد. اخاف في البرد قلتي. اسجل اسجل. اي حلوه. يا شيخ شو خط قلبي. شيخ شو خد قلبك؟ يلا يلا تكفى. وقيادة شو اسمه ال- 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 الأمة والبشرية. بطولة حلقة. فول. طا طا طا. صدته مع راسه. حقت رامبو منك منك تا 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 والله تضحك علي تسميني استهبل انا بكره وراي بروح مع ذا المقناص ما هو بلعب الله تضحك المهم شوفي جاهزين أغراض حقت الروحة استهتر فيني ها يصير خير جاهزين بس أغراض حقت الطلعة تدرين أنا من متحمل أبى أروح الربع ذا الحين بصحي من النوم وأطلع المقناص زين رتبي الأغراض يرضيكم يا جماعة الخير هذا اللي قاعد يزعجونه ما يخلون الساعة 5 الفجر قايم إلى الحين ما بعد نمت الساعة 10 بالليل هذه آخرتها بس عشان خاطركم يلا إيش آخر مرة آخر مرة إيش عمل لك إيش ولك إيش ما اطلع هريدي اطلع شباب اطلع معها الله يلعن هريدي حلا بمشي اترك علي استاذ أنا بديره أنا بديره ديره الله لا يوفقك انت وهالمخرج الله لا يوفقك يلا فايش بس لحظه روح ايش هون فايف عم اقول لك فايف يا حمار لا ما هب يعني كل شيء لازم توصله الله انا ادري ابوي رشيد ما تبي فره بدد سن ابوك رشيد يا اخي ما سوينا شيء لبارك الله بعدين ان شاء الله اخواننا المشاهدين هنا نلاحظ العلاقة الحميمية ما بين الحمار والبقرة الحمار ده حب البقرة دي والجارة غارت من الموضوع فنادت الزوج اللي عامل نفسه منطنش هناك بعيد وقاعد ياكل تبين نشكركم يا شقي يا شقي يا شو تسوي لك شو تسوي لك لا طالع لا بالله بالله تصور لك ما ادري شو يلا فاك فاك بطل بطل بعد تحمل
تامر تامر يلا تامر يا رجل صور لا عاد تطق عيال الناس لا عاد تطق هزار طاق الهزار ها فكلي فكلي اللي ذبحت الولد قطعت ذانية ما يصير خليه يتربى تعلم شوف الباروكة غشتني ذا المرة لابسة باروكة جملة صدقية يلا أنا شكوك يلا تيك تو تعي لوين رايحة؟ لك شو بدك تركي ايدي؟ لك شو هيك عاملة بروحك كأنك قراصنة؟ اسكتي اويها يا رب اسكتي بس بدك تروحي بدي اروح بس كيو استاذ زيح على مهلي يا اخوان الكراسي صينية كيو انا ما عملت اشي بدكم تورطوني والله يا زعيم بدي انام بدري علشان بكرة بودي الورعال المدرسة ولك بريح عليك ولك شو هالحكي ولك يا مال الهلاب يهلب تبدك شو هالحكي يا زعيم حرام عليك والله يخلي طالع يا زعيم خليه يروح بس يا حضرة المخرج احنا ما راح نمثل اخوان افاضل في حالة اضراب وفي حالة قسوة على المنتج يعني اي في شيء في هالحارة يا اخوي رشيد ما عجبني وش هو يا رشيد يا دهيب اي شباب يلا على السريع شباب يلا يا اخي الزول ده والله العظيم عقدني يا اخي ما بارب الحاره يبو يدور والله العظيم مشكله عم انا داير لا يا عم انا خلاص هد اعصابك عليك الله تهد اعصابك يا اخي الاقيها بالبيت ولا الاقيها من مدير الانتاج ولا الاقيها من وين الله على الله يا ورد اضحك والله يا عم انا شر البليله ما يضحك اسف سوري والله سوري انه ببليسه والله مبسوط ويشخر متلحف في ذا الحر لا بارك الله في الشيطان انه ببليسك ريحه زيت الظهر السواد اللي فيك زيت لا تطرش بس اهم شيء لا تطرش بقدومي غشمشم حياتك